ينضم إلينا من أمام مقر الاجتماعات في لانكستر هاوس بالعاصمة لندن مراسلنا كمال العلواني. كمال أهلا بك. بدأت الوفود بالوصول إلى لانكستر هاوس، أجندة الاجتماعات لليوم وما هي أهمية والذي تحمله هذه الاجتماعات في خلال أو خلال يومين؟ بالفعل انطلقت اجتماعات وزراء مجموعة السبع هنا في لانكستر هاوس قبل ساعة من الآن. الأجندة هناك الأجندة الرسمية وما يبرز فيها من ما يتعلق مثلا بتعليم الفتيات، البحث عن طرق لإنصاف في توزيع اللقاحات المضادة لكورونا عبر العالم، التغير المناخي، الأمن الغذائي، محاربة المجاعة، هذا في جدول الأعمال الرسمي. هناك الخصوصية الأخرى التي تنفرد بها ما يمكن أن نعتبره أجندة بريطانية. بريطانيا ترأس دوريا المجموعة، مجموعة السبع، وتحاول إنجاح رئاستها الدورية. بريطانيا توجه رسالة لتعبئة الشركاء في مجموعة السبع من أجل الدفع قدما للحفاظ على القواعد التي تحكم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضا أن تعبئ الشركاء في مجموعة السبع لمواجهة المخاطر المتنامية المحدقة بالمجموعة وبالديمقراطية، في إشارة إلى روسيا والتعامل مع روسيا والصين في المناحي المتعلقة كما يذكر البريطانيون بالتضليل الإعلامي الروسي وما إلى ذلك، بالإضافة إلى مواجهة الصين على الآجال البعيدة كشريك ولكن كخصم وعدو لاحق. هذه ما يمكن اعتباره الأجندة البريطانية التي تريد لندن أن تفرضها في عند هذه الاجتماعات التي تتواصل إلى يوم الغد. الاجتماعات التي تضم هذا الحضور الوزاري لأول مرة منذ سنتين منذ جائحة كورونا، لكن يجب أن نقول داخل لانكاستر هاوس هناك بروتوكول صارم فيما يتعلق بالاحتياطات والوقاية من الكوفيد، خاصة وأن هناك وفود صغيرة التحقت بهذه الاجتماعات من جنوب إفريقيا، أستراليا والهند، لذا هناك تدابير وقائية صارمة داخل لانكاستر هاوس، رغم أن الذي يشاع الآن ويقال أن الاجتماع متميز خصوصيته في هذا الحضور الشخصي للوزراء، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بعودة الدبلوماسية العالمية إلى نشاطها. شكرا جزيلا لك من أمام مقر اجتماعات مجموعة السبع في لانكستر هاوس بالعاصمة لندن، مراسلنا كمال علواني.